هذا وقد استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة الفريق أول محمد زكاء الله الرئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية، حيث أشاد معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، كما نوه معاليه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري، بما يعزز هذا التعاون القائم بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالا مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكية البحرية، وسعادة السيد جافيد مليك سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين.